لا يقين شيء. معاشر المؤمنين، اے عزاداران حسین، آجی پہلے شہادت عربی زبان میں پروسو، یمن نا اندر مومنین جے دعوت نے جواب دی دوش، اے سگلا عربی زبان میں حسین نی شہادت سنین، آکوسی آنسو ورساویں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام على رسوله محمد وآله الطيبين الطاهرين، وعلى دعاتهم المتقين سلاليم النجاة للمتقين. معشر المؤمنين المحبين لأهل البيت وعلى مصابهم الباكين الساكنين في حرم الدعوة الطيبية وفي جوار مزارات الدعاة المتقين اليمنية، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا مملوك آل محمد الطاهرين الداعي المطلق الرابع والخمسون طاهر فخر الدين نجل الداعي لجل مولانا قطب الدين وارث الدعاة المطلق اليمانيين منهم الهنديين وارث سيدنا حاتم محي الدين وسيدنا إدريس عماد الدين ووارث مولانا طاهر سيف الدين ومولانا محمد بران الدين ومنسوس مولانا خزيمة قطب الدين وارث ونصوصهم وعلمهم رضوان الله عليهم اجمعين. اطمئنوا يا بني دعوتي فانتم تسكنون في قلبي، اعتني باموركم وعد الله لمصالحكم كل يوم وليله، اهتم خصوصا بمصالح المؤمنين الساكنين في ظل دعاة اليمن، ان منكم من بايعني بالعهد الشريف في يوم الغدير، رحبت بهم ما أدخلتهم في حرم الدعوة الأمين، وفي أيام العشرة المباركة هذه هم يجتمعون عبر الإنترنت لاستماع بياني في مجالس الوعظ الحسينية، يذكرون معي الإمام الحسين ويتبركون بعلوم آل محمد. ومن يرغب منكم في دخول الدعوة لنجاة نفسه فإن أبواب الدعوة مفتوحة وأبواب التوبة مفتوحة، وإن مسند الدعوة مسند الرحمة، إن مسند الدعوة مسند الرحمة، وأدعو لكل من ضل عن سبيل الحق بالتوفيق لدخول دعوة الحق، دعوة سيدنا حاتم، دعوة سيدنا برهان الدين ومولانا قطب الدين، بعطاء العهد لي سريعا، فالعهد الميثاق هو الباب إلى النجاة، ولا أحد يأمن الموت ولا يعلم في أي وقت يأتيه الوفاة، حفظكم الله في ظل رعايته وكلايته وسلامته والأمان، وعمركم في نعمة وصحة طول الزمان، وحفظكم من البلايا وبلاء الوباية بحق الخمسة الأطهار زبد الأعصار والأكوار، بارك الله لكم وفيكم في رزقكم وبلدكم وبيوتكم وإيمانكم وآتاكم جميع أمالكم في الدين والدنيا والآخرة، ولا أعطاكم غما سوى غم الحسين. معشر المؤمنين، أتتكم أيام الإمام الحسين، أتتكم أيام العزاء، أيام الحزن والنوح والبكاء، فابكوا على شهادته في كربلاء في يوم عاشوراء، واشتروا به الخلود في دار السلام في مرافقة الأنبياء، فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: من بكى أو أبكى أو تباكى على ولدي الحسين وجبت له الجنة. أيها المؤمنون، اذكروا منة الحسين عليكم فيا لله من منها. قال مولانا طاهر سيف الدين: يا معشر المؤمنين ابكوا الإمام المبين، ابكوا الهمام اليمين، ابكوا الولي الأمين، ابكمنا خير النساء ولهفتا يا حسين
يا سيد الشهداء يا معشر المؤمنين نائب كل إمام المبين نائب كلهما مليامين نائب كل ولي يلامين نائب كبنا خير النساء أتلو عليكم ذكرى مقتل الإمام الحسين عليه الصلاة والسلام فاستمعوا له. القلوب حرة والدموع جارية على مصابه العظيم، فقد قتل أصحابه وأهل بيته في صحراء كربلاء يوم عاشوراء، وبقي الإمام الحسين بين جند الشام فردا وحيدا، وصار في سبيل الله شهيدا. استقدم إليه شمر الظالم وفي يديه سكين كليل، ورفس هذا اللعين في صدر الحسين. الحسين قرآن ناطق. فقد استلقي الحسين على الأرض وركب اللعين على الصدر، واستقطعه القومه الجافة بالسكين ضربة بعد ضربة. فقال له الإمام الحسين: قم يا شمر، إن سكينك لن يمضيها هنا، لأن جدي رسول الله كان يلثمني ها هنا. فقام اللعين وسجد الحسين ودل بسجدته على أن سلسلة الإمامة باقية في عقبه إلى يوم القيامة، ودعا في سجدته حيث يدل بدعائه على تسلسل الدعاة المطلقين، وذكر المؤمنين في دعائه الأخير: اذكروا يا إخواني أن بدعاء مولانا الحسين نلنا نعمة الإيمان. وهذا منه علينا معد الإحسان. ونادوا بآه ثم آه ثم آه: الحسين في سجدة، الحسين في الدعاء. وذبحه شمر ففرق بين الرأس والجسم الرهراء. يا حسين 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 يا إمام الحق مولانا الحسين صفا الله وصفا المصطفى يا حسين بن علي المرتضى يا حسين بن علي المرتضى أنت والله له قرة عين يا إمام الحق مولانا الحسين صفا الله وصفا المصطفى أنت زخري أنت كهفي يا حسين أنت زخري أنت كهفي يا حسين في حياتي وإذا ما هانهين يا إمام الحق مولانا الحسين صفا الله وصفا المصطفى قاتلوا سبط رسول الله في قاتلوا سبط رسول الله في كربلاء وفي عطش غير يا إمام الحق مولانا يا حسين يا حسين
لها عذاب وما لذا الرزء من عزاي كل الرزايا لها عزاه وما لذا الرزء من عزاي كان غرض العداء في قتل الحسين إغلاق أبواب الهداية وإقفال بيت النبوة ولكن هذا لم يكن ولن يكون أبدا كما قال مولانا علي بقية السيف أبقى عددا نور الله باق الإمام علي زين العابدين وجه الله الباقي باق واليوم إمام الزمان سليل الحسين باق على وجه الأرض وداعيه وارث سيدنا برهان الدين ومولانا قطب الدين مملوك آل محمد طاهر فخر الدين باق أقوم بالجهاد مع المخالفين في محكمة بومبي العليا لإثبات الحق وأدعو الله بحرمة الحسين للفتح والنصر على الله ولو سرعوه علما إنا فتحنا لك فتحا مبينا أيها المؤمنون الحسينيون انصروا الحق وانصروني وأنا داعي الحسين داعي الحق ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار برحمتك يا أرحم الراحمين وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.